نرجع لباقي أخبارنا. النهاردة كمان تفقد سيادة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حريق نشب بأحد العقارات بحي الزاوية مكون من 6 أدوار شقق سكنية ومعرض سجاد، والحماية المدنية دفعت ب10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق. وكلف محافظ القاهرة نائبة المنطقة الشمالية ورئيس الحي بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ونقل عدد الأسر المتضررة إلى مساكن للإيواء مؤقتا. لمتابعة آخر التطورات معانا على التليفون اللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة. مساء الخير يا سيادة اللواء، أهلا بحضرتك. أهلا، مساء الخير يا أهلا بيك. إدينا فكرة سيادتك وسيادتكم. أهلا بيك، يعني عايزين حضرتك تقول لنا أسباب الحريق إيه، هذا الحريق في الزاوية الحمراء وآخر تطوراته. هو ورد لنا بلاغ من الحماية المدنية بأن في حريق في 10 أو شارع أبو بكر الصديق بمدينة النور بالزاوية. انتقلت أجهزة الإطفاء على طول حوالي 10 سيارات إطفاء غير 2 خزان. مدير الحماية المدنية انتقل على فور السيد المحافظ لمتابعة الموقف وجميع الأجهزة التنفيذية ورئيس الحي والسيد نائب المحافظ للمنطقة، وتبين إن العقار ده مكون من أرضي و7 أدوار، يعني 8 أدوار كله. الحريق بدأ فيه، كان الدورين اللي تحت عبارة عن معرض سجاد. معرض سجاد. طب قولي المحافظة عملت ايه لمواجهة او للتعامل مع هذا الحادث، وكلمنا اذا كان في اي مصابين او جرحى يا فندم. لا الحمد لله لا يوجد اصابات، تم اخلاء العقار فورا عن طريق اجهزة الحماية المدنية والحي، وتم السيطرة على الحريق عشان ما يمتدش للعقارات المجاورة. انت عارف سيادتك السجاد ده اشتعل كان بطريقة شديدة جدا مع شوية هواء كده، بصينا الدنيا على طول انتقلت للأدوار العليا للعقار، بس الحمد لله تم السيطرة عليها من الحريق وتمام التبريد والإطفاء. ممتاز. طب طمنا على السكان يا فندم. تم الأسر، تم التنسيق مع التضامن، وجهزنا مكانين للإيواء، لمسجد جمعية الشرعية، لمسجد رياض الصالحين بمدينة الأحلام بجوار نفس المكان، ومسجد أبو بكر الصديق بجوار الموقع الحريق. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم.